So this is our SCADA engineering room. بره كنا في زيارة إلى مركز التحكم بالكهرباء السودان كلها. هذا المركز هو الذي يتحكم في جميع الكهرباء المولدة في السودان وفي توزيعها وفي التوازن بين الخطوط الكهربائية المختلفة من كل المدن والداخلية وكذا. هو مركز مهم جدا. هذا المركز أنشأته شركة زيمنز قبل أكثر من 15 عاما، وكانت هنالك بعض المشاكل لها علاقة بالعقوبات الأمريكية ولها علاقة مع النظام السابق، فكنا مضطرين أن ندخل أنظمة تابعة لدول أخرى. والآن بعد 15 سنة نحن لابد لنا أن نحدث هذا النظام أو هذا السيستم، يجب تحديثه ليتواكب مع المتطلبات العالمية ومتطلبات حتى المحلية بما يخص كمية الكهرباء المنتجة وتوزيعها. زيارة الرئيس الألماني اليوم لهذا المركز لها مدلول قوي جدا، لأن ألمانيا على أعلى مستوياتها مهتمة بقطاع الكهرباء في السودان ومهتمة بقطاع التحكم والتوليد، وهو طبعا إحدى المشاكل الكبيرة التي نعاني منها وإحدى التحديات الكبيرة جدا التي تواجهنا نحن بالحكومة وحتى الشعب السوداني كله. نواجه التحديات استقرار التيار الكهربائي واستقرار التيار الكهربائي في الصيف القادم ورمضان والخطة الطويلة المدى. نحن الآن سعيدين جدا بأنه ألمانيا تدعمنا على أعلى مستويات، وأصبحنا أكثر ثقة من أننا نقدر أن نتغلب على كثير من مشاكل القطاع الكهربائي على المدى القصير وعلى المدى البعيد. شركة سيمنز حاليا هي من الشركات المهمة، نحن نعتبرها شريك استراتيجي لنا في قطاع الكهرباء. كلنا أمل في الدعم الألماني ودعم الحكومة الألمانية ودعم الشركات الألمانية في حل مشاكل قطاع الكهرباء والنهوض بقطاع الكهرباء لمتطلبات الخطة القادمة والمستقبلية. وشكرا جزيلا.